من ملف التعليم اللي مهتمة به معظم الصحف المصرية إلى ملف آخر لا تخلو صحيفة مصرية من أخبار عنه، وهو ملف التموين. نذهب إلى الشروق. العنوان يقول: مصادر 60 مليون يستحقون دعم التموين، وعشرة ملايين لديهم أخطاء في البيانات. التفاصيل وفقا لمصدر مسؤول داخل وزارة التموين قال للشروق أنه تم التأكد من استحقاق 60 مليون شخص لدعم الدولة، وده بعد الانتهاء من مراجعة بيانات 70 مليون شخص مقيدين بالفعل على البطاقات التموينية بواسطة لجنة من الرقابة الإدارية وأيضا الإنتاج الحربي والتخطيط وبعض الشركات وبعض الجهات أيضا المعنية، فيما تبين أنه هناك أخطاء في بيانات حوالي 10 مليون شخص آخرين. المصدر نفسه أكد أن 10 مليون شخص اللي عندهم أخطاء في بياناتهم أو بيانات غير مكتملة أو بها بعض الأخطاء اللي بتمنحهم الحصول على الدعم، قالوا أن هو من غير المقرر إتاحة الفرصة لهؤلاء لتصحيح بياناتهم والتقدم مجددا بأوراق جديدة تفيد بصحة موقفهم، ولكن قال أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن فرز البطاقات سوف تقوم بإصدار بيان خلال الأيام للإعلان عن فتح الباب أمام جميع المواطنين كي يتم تصحيح الأخطاء في البيانات الموجودة في بطاقاتهم، وده خلال مدة محددة، وأن يتم حذف من لم يتقدم لتصحيح هذه البيانات الخاطئة الموجودة حاليا لدى هذه اللجنة.